هذا تنضم إلينا من خان يونس منى عقل مراسلة القاهرة الإخبارية. أحييك منى، إذن هل لك أن تحدثين عن تفاصيل جديد الأحداث لديك إلى الآن؟ لو تسمعين منى، أتحدث عن التفاصيل لديك والأجواء الأخيرة نتيجة لهذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أيضا حملة المداهمات والاعتقالات في أكثر من مكان في جنين وفي الضفة الغربية. إذا ما لديك من جديد المستجدات بالنسبة للوضع الآن؟ إسرائيلية في كل مكان من مناطق قطاع غزة المختلفة، عديد من المجازر قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الليلة وحتى صباح هذا اليوم. كل مناطق كان فيها استهدافات مباشرة لمنازل المواطنين. عمليا في خان يونس تحديدا جنوب قطاع غزة كان هناك 5 مجازر، 5 استهدافات لمنازل. أيضا كان هناك استهدافات في منطقة رفح لعدد من العائلات الفلسطينية. استهداف الآن، يعني آخر الاستهدافات الآن في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة في منطقة جباليا تحديدا، الأمر الذي يعني أدى إلى وقوع شهداء وإصابات. ما زالت سيارات الإسعاف تهرع نحو المكان حتى اللحظة. هناك استهدافات في مناطق مختلفة، في الرمال، في منطقة اليرموك وتل الهوى. لا يمكن الحديث الآن عن أننا في مرحلة يمكن تحديد المواقع التي يتم الاستهداف فيها، لأنه هناك استهدافات بالعشرات وبالمئات أحيانا في وقت واحد في مناطق مختلفة من قطاع غزة. لكن الآن يعني ما زالت سيارات إسعاف تهرع لمحاولة انتشال الضحايا من تحت الأنقاض جراء هذه الاستهدافات المتواصلة. عمليا هذه الليلة شهدت اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي في نقطتين، في بيت حانون شمال قطاع غزة كان هناك اجتياح محدود، اجتياح بري محدود، بالإضافة إلى منطقة أيضا المغازي التي شهدت اجتياحا، عفوا البريج التي شهدت اجتياحا بريا محدودا خلال هذه الليلة. والحديث عن أيضا وقوع اشتباكات طوال الساعات الماضية. المناطق الشرقية على طولها من شمال قطاع غزة وحتى جنوبه تعرضت لقصف عنيف جدا من قبل الآليات الحربية الإسرائيلية، الدبابات بالإضافة إلى طائرات الاحتلال الإسرائيلية، واستخدم في هذه المناطق الفسفور الأبيض بكثافة شديدة، بالإضافة إلى المناطق الغربية التي شهدت على طول أيضا الشريط الساحلي استهدافات من قبل البوارج الحربية الإسرائيلية التي يعني لم تتوقف حتى اللحظة عن يعني هذا الاستهداف. عمليا ما زلنا نتحدث عن استمرار في هذه العملية العسكرية بأنه لا مكان آمن، الاستهدافات في كل مكان، أعداد الشهداء تتزايد، أعداد الشهداء تتزايد بالعشرات، نتحدث عن شهداء بالعشرات، وحتى اللحظة يتم انتشال شهداء من تحت الأنقاض. يعني عمليا ربما رأينا أول أمس مجزرة منطقة شارع اليرموك التي نتجت عن حزام ناري مكثف في تلك المنطقة. يعني حتى قبل قليل كان هناك إعلان عن مزيد من الشهداء، وصل عدد الشهداء الذين تم إجلائهم من تلك المنطقة وإخلاء جثامينهم من تلك المنطقة حتى اللحظة ب 120 شهيدا، وما زال الحديث عن عائلات بأكملها ما زالت في تلك المنطقة ولم يتم انتشالها. نحن نتحدث عن يعني عمارات سكنية متلاصقة بجانب بعضها البعض، لا أحد يعلم من في داخل هذه العمارات، وبالتالي قد يأخذ الأمر وقتا طويلا قبل أن يتم يعني معرفة من وما عدد الضحايا.